مزيد من التحليل معي هاتفيا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. تحياتي دكتور. ويعني المناقشات اللي كنا بنتحدث عنها الآن اللي استمرت لي ساعات طويلة استعرض فيها السادة الوزراء من التعليم العالي، التربية والتعليم، وزارة التضامن، الشباب والرياضة، الصحة، العمل، الجميع استعرض البرامج الوزارية المختلفة. حصلت مناقشات بين السادة النواب والسادة الوزراء. هذه الحيوية السياسية دكتور حضرتك ازاي بتشوفها؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا احنا شايفين خلية نحل شغالة في مستوى عالي جدا. انا بصراحة شايف مستوى من الجدية غير عادي في مناقشة التفاصيل، سواء من الحكومة او من البرلمان. النهارده اكتر من 12 ساعة قاعدين في مناقشات، فاكيد مناقشات تتعلق بتفاصيل النموذج الحكومة، تفصيلي بمستهدفات واضح ومحدد. اللجنة البرلمانية بتتفاعل وبتأكد برضه ان ليها طلبات وليها مستهدفات وليها نقاط محددة بتتحرك بيها. خلينا نقول ان انا شفته من خلال العرض التفصيلي في الملفات، مثلا في درجة من التكامل كبيرة جدا حاصلة ما بين مجموعة من الوزارات، وده اللي احنا كنا بنقوله بالنادي ليه. يعني مثلا التعليم مع التعليم العالي، مع البحث العلمي، مع التعليم الفني، مع بقى سوق العمل. وده بيحطنا في نقطة مهمة جدا، ان هو مستهدفات التعليم وارتباطها بسوق العمل ده موضوع شديد الأهمية. فوجود وزارة العمل مع الوزراء المعنيين بالشكل ده بيجعل لنا، وبالنسبه لنا لازم تكون الاستراتيجيه متكامله، وده اللي حاصل وبيعرضوه ما بين ما يحدث في التعليم ومستهدفات التعليم وسوق العمل. برضو خلينا نقول ان انا شفت ان هو بالنسبه له ان اصبح ان الكلام فيه تحديد مخرجات محدده، وده اللي هنشتغل عليه كلنا، سواء البرلمان بعد كده او سواء الحكومه او سواء الحوار الوطني او سواء الراي العام. اصبح لدينا اجنده محدده ومستهدفات واضحة بسياسات محددة نستطيع ان احنا نقيس عليها مدى تقدم الحكومة. هو دكتور بغض النظر يعني طبعا مسألة انه قيس مدى تقدم الحكومة ومسألة التواصل بين الحكومة ومجلس النواب والبرلمان وكيف يتابع عمل الحكومة، كل هذه يعني مسائل كمان يعني هنستطرد في الحديث عنها. لكن حضرتك تحدثت عن سوق العمل، في حتى ملفات مستحدثة في على طاولة الحوار، زي ان اناقش ازاي كيفية التغير في سوق العمل، وازاي انه في اثناء وجود الذكاء الاصطناعي انا ازاي اقدر اواكب المسألة دي. حتى الاطر اللي بيتم مناقشتها كمان مواكبة للسوق وطبيعته دكتور. طبعا خلينا نقول ان احنا بالنسبه لنا امام استحقاقات مهمه جدا. احنا بنتكلم دلوقتي في تطور تكنولوجي كبير، وده احنا هنتكلم فيه في تكنولوجيا المعلومات، وده ليها سوق محدده. احنا بنتكلم في تطور صناعي كبير، وان احنا بالنسبه لنا الكلام ده يستلزمه تكنولوجيا متقدمه ليها شكل معين. واحنا في مصر دلوقتي ده بيقول ان احنا ما اصبحش السوق المصري فقط هو المستهدف بمخرجات العمليه التعليميه، او لا تتخضي اولا احنا عشان عمليه التعهيد، وان انت تبداي تتعاملي مع السوق البره عشان احنا نتعامل بشكل صحيح. هو دلوقتي اللي ماشي فيه تكنولوجيا المعلومات لاقصى درجه، وكل حاجه دلوقتي الاي اي داخل فيها. مزبوط. انا بالنسبه لي دلوقتي انا مش هعمل تعليم كانه من 50 سنه، انا لازم اكون جاهز دلوقتي بمخرجات تتعامل مع السوق دي. الحاجه الثانيه انا بعمل استثمار اجنبي مباشر قوي جدا، لازم تكون بالنسبه لي العماله اللي جايه، الناس دي هتيجي باستثمارات بمكان حديث ليه شكل معين، ببرامج معينه، بتكنولوجيا معينه، بتعتمد اعتماد اساسي على التكنولوجيات المتقدمه دي وعلى راسها الاي اي. فهنا لازم ان الحكومه تكون يعني عندها متقدمه، وده اللي احنا شايفينه ان هم عارضينه، ان هو ناخد بالنا منه، ان احنا مش هنمشي بالصوره البيروقراطيه النمطيه اللي هي كانت من 50 سنه. دلوقتي عندنا استحقاقات واقع، فلازم نظبط عليه مخرجات التعليم، عليه مخرجات ان احنا بالنسبه لنا سوق العمل، عليه مساله التعليم الفني لازم يتظبط عليه. فاحنا عايزين نقول لازم تكون المستهدفات لسوق العمل اللي انا بتعامل مع الرؤيه دي، الرؤيه مبنيه على ان انا هتعامل مواقع متقدم جدا معظمه الاي اي محدد، يعني محدد كبير في المستقبل، ان معظم الحاجات هتبقى فيها عمليه اللي هي بتتحرك بشكل اوتوماتيك، فيها عمليه التكنولوجيا جزء اساسي فيها، الاي اي محكم في التعامل معه،
فلازم انا ابادر من دلوقتي ان مخرجات تعليميه، لان الكلام ده السوق ده فيه مليارات وعلى الحقيقه لا يعرف يتحرك فيه بسرعه، واحنا عندنا كفاءات بشريه جيده، وعندنا دلوقتي في نوعيه الكليات سواء الكليات العامه او الكليات الخاصه او مراكز التدريب اللي بتقدر تاهل. الكلام ده لازم يتنظم ونتعامل معاه بشكل جدي جدا، لانه ليه تاثير اقتصادي كبير جدا في المرحله المقبله. مظبوط، نقطه شديده الاهميه. طيب انتقل مع حضرتك لمساله البرلمان ودور البرلمان الرئيسي في الرقابه على الحكومه، وفي نفس التوقيت هو في دور تكاملي كمان بيحدث من خلال الحيويه السياسيه اللي بتحصل في عرض الملفات والمناقشه فيها بين الساده النواب والساده الوزراء. المساله التكامليه دي، هذا الدور ازاي حضرتك بتشوفه؟ انا والله شايف ان ده جزء من سلسله في التنميه السياسيه وارتفاع الوعي في الواقع المصري في المرحله الاخيره. هو نتاج عمليه مستمره بقى لها دلوقتي سنين من 2016، واحنا شايفينها بنجني ثمارها الان. عمليه سياسيه بتنضج بالتدريج، ولكن هي واصله لمرحله دلوقتي من النضج كبيره جدا. يعني الاول مره من تاريخ، انا من زمان شفت كان دايما بيبقى فيها اشكاليه ما بين الحكومه والبرلمان انك تستدعي وزير عشان نبدا نتكلم ونناقش في طلب احاطه ولا في استجواب. دلوقتي شايفه ان الحكومه برمتها في لجنه من البرلمان مكونه من 72 شخص من قامات البرلمان ورؤساء اللجان بيناقشوا برنامج الحكومه سطر سطر، بيناقشوا السياسات الموضوعه سطر سطر، والحكومه جايه وبتتناقش في درجه من التعاون. فده منظر احنا ده مش مألوف في مصر، يعني احنا الناس يمكن احنا مش واخدين بالنا ان احنا في حاجه بتحصل كبيره مش صغيره. والكلام ده على الهواء مباشرة، والكلام ده هو دلوقتي بنشوفه احنا عمالين نعقب عليه كسياسيين وكحوار وطني شايفين، واحنا شايفين الدوكيومنت من اكتر من 200 صفحة، احنا عارفين التفاصيل والمستهدفات. فهو كده الرجل بيتابع، القوات السياسية بتتابع، البرلمان ومع الحكومة بالشكل ده بيديكي تنبؤ ان احنا محتاجين برلمان شكله ايه في المرحلة الجاية. احنا دلوقتي ناقشنا الحكومة بالتفصيل، المفروض البرلمان القادم بقى يكون على مستوى المسؤولية دي، انه هيمسك كل سطر في الحكومة، بيان الحكومة اللي قدمته، هي دي مجالات الاستجوابات، وهي دي مجالات طلبات الإحاطة، وهي دي احنا هنتابع الحكومة على ايه، على المستهدفات. فالمنظر اللي احنا شايفينه ده نستطيع ان هو نقول في الجمهورية الجديدة يليق بالدولة المصرية، وفعلا دي بقى بداية الديمقراطية الحقيقية مش الشكلية. لان هي ايه الديمقراطية الحقيقية؟ ان انت بالنسبة لك في رأي، وفي حد بيناقش، في متابعة دقيقة، انا بشوفك انت بتعمل ايه، متفقين، المصلحة العامة تغلب، في وجهات نظر متعددة. فالكلام ده احنا شايفينه دلوقتي بيتحقق بشكل كبير، يعني شكل جديد بين الحكومة والبرلمان. حضرتك بتقول لم نعهد، انا شايفه غير مسبوق، مش شكل جديد، انا شايفه شكل غير مسبوق، وانا شايفه محطه تاريخيه مهمه لتدشين مرحله من مراحل الديمقراطيه التشاركيه في الدوله المصريه بشكل كبير جدا، وفي نوع من انواع الجديه، وفي نوع من انواع الاحترافيه، وفي نوع من انواع المساءله، وفي نوع من انواع الشفافيه. وفي تصوري دي نقله في الحياه السياسيه المصريه، هيكون ليها شكل كبير جدا فيما يتعلق بشكل العلاقه ما بين البرلمان وشكله، والحكومه والتزامها امام البرلمان وامام ممثلين الشعب، اللي خلينا تقول الخطوه اللي وراها ان شاء الله بقى برلمان يتناسب مع هذا الشكل الذي نراه. ومساله التكامل على الصعيد الاخر اللي من المفترض ان تتم او بالفعل بدات تتم بين الحكومه وبين الحوار الوطني وتوصياته، دكتور. طبعا دي خلينا نقول ان هو اصلا جزء كبير من برنامج الحكومه، ان احنا بالنسبه لنا احنا في الحوار الوطني ما كناش متخيلين، يعني اكثر متفائلين من الحوار الوطني ما كانش متخيل ان الحوار الوطني سيصل لهذه الدرجه. احنا شفنا دلوقتي عمليه على مدار سنتين، عمل شق ودؤوب في كل الملفات، قعد ينضج 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 لحد ما مثل على الحقيقه توجهات الراي العام المصري وطلباته في الملفات التخصصيه التفصيليه. يعني احنا عايزين ايه بالظبط كمصريين؟ كله حط ادلى بداله في الحوار الوطني، واصبح النخب السياسيه بتتكلم، رؤساء الاحزاب، ممثلي الاحزاب، ممثلي النقابات، المجتمع المدني، خرجنا بوثيقه مهمه جدا بتوصيات ظهرت بشكل كبير جدا في برنامج الحكومه. وظهر اهتمام الحكومه بقصه الاستماع لتوصيات الحوار الوطني، فاصبح نفسه الحوار الوطني من خلال العمل الجاد وادارته الفنيه بصراحه عملت عمل جيد جدا، ان هي استطاعت ان هي تبلور من عشرات الاراء دي تطلع بتوصيات محدده هي بتمثل يعني الضمير المصري او الاحتياجات المصريه الحقيقيه. وهي الحكومه جايه تتعامل مع هذا الكلام،
المنظومة دي كلها بصراحة منظومة تحترم، ان انت استطعتي ان انت في الرأي العام بدل ما هو رأي عام كان عبثي انفعالي فوضوي، خليت الرأي العام ده رأي محترم برامجي ليه طلبات واضحة ومحددة، عرف يبلور عنها، عرف يعبر عن رأيه، عرف يعبر عن احتياجاته، عبرت عن القوى السياسية في خلال تواصل. دلوقتي انت بالنسبة لك في وصلة ما بين الحوار الوطني والحكومة، في وصلة ما بين الحكومة والبرلمان، في وصلة ما بين الحوار الوطني وما بين البرلمان من خلال التشريعات المطلوبة وطالعة من الحوار الوطني واجبة النفاذ وفقا للتصريحات وتعهدات السيد رئيس الجمهورية. فأصبح عندنا منظومة، حطي بقى عليها بقى يعني إعلام محترف، هو بالنسبة له دلوقتي بدأ يبلور صورة واضحة ومحددة، هو بيسمع للمواطنين، بينقل شكواهم، هو متحيز للمواطن ومتحيز للرأي العام. المنظومة دي كلها بتقول ان احنا بالنسبة لنا دلوقتي جمهورية جديدة بتخطو خطوات حقيقية تتناسب مع الدولة المصرية والجمهورية الجديدة دي. من وجهة نظري عملية الديناميكية السياسية دي يعني في منتهى الروعة ومنظمة وراقية وجادة، وهتطلع نتائج سنرى ان شاء الله اثرها في المستقبل باذن الله. لكن لو اسالك يا دكتور هشام عن العناوين الاولى لحصاد عمل اللجنه اللي بتناقش بين الحكومه، طبعا حصل اكتر من جلسه على مدار الايام اللي فاتت، العناوين الاولى بالنسبه لحضرتك من متابعتك لهذا الحصاد ممكن تكون ايه؟ انا شايف ان هو العناوين الرئيسيه اللي انا شايف ان هي الحكومه جايه، وهي مش حكومه يعني مش حكومه واعيه فاهمه ما يحدث في الاقليم، فاهمة تحديات الأمن القومي بشكل كويس جدا، هي واقعية، فاهمة أن هي دلوقتي في خلال الثلاث سنين لازم تحقق نجاحات عادلة، المواطن في أولى أولوياتها، هي شايفة القضايا الماسة والملحة، مفيش فلسفة، مفيش كلام كتير، يعني مش كلام إنشا من الزاوية، إحنا عارفين مشاكلنا فين، التحديات فين، داخلين نشتغل عليها. هو العناوين الأولى أن هو بالنسبة لنا أن إحنا القضايا الأساسية من أول يوم في الحكومة ومن خلال الجلسات واضح ان البرلمان سيلتزم بدوره، الحكومة ستلتزم بدورها، احنا امام حاجة يعني سريعة هتبدأ تظهر الاثار واختراق للمشكلات بسرعة، يعني احنا بالنسبة لنا عندنا مشكلة في كذا عايزين نحلها، مشكلة في كذا عايزين نحلها، في معدلات لازم نتحرك عليها، فتحديات حقيقية وتحرك حقيقي. اللي انا برضو شايفه العناوين الاساسية ان هو ما فيش كلام مرسل، الكلام واضح من خلال النقاشات ان من سواء من الحكومه او من البرلمان ان احنا بنتكلم بمستهدفات واضحه ومحدده، في معايير للقياس، في وقت زمني للتنفيذ، فاحنا استطيع ان انا اقول ان هي دي حكومه واقعيه تقدر اللحظه، والواقع كمان هيخلينا نقول هي لازم هتعمل المطلوب منها لان ده مسار يوصل لنتائج. فالقراءة الأولية لما يحدث إن شكل الدولة المصرية في المرحلة المقبلة هي يعني موضوعية واقعية فاهمة التحديات، بتشتغل على برنامج عمل في خلال ثلاث سنين محدد جدا سريع جدا، لازم يكون في إنجاز وحسم في التنفيذ. في تصوري محدش في ظل هذا الكلام ان هو سيسمح له بان هو بالنسبه له ما يكونش على قدر المسؤوليه، لان طبعا طريقه العمل دي بتبقى صعبه جدا، يعني على اي وزير مش هيتحرك تحرك ايجابي، هيبقى عليه ضغط كبير جدا محاسب اعلاميا برلمانيا، فهو ما فيش مساحه غير للتنفيذ الدقيق والصحيح. الحاجه الثانيه التنظيم، انت شايفه ان انت بالنسبه لك دلوقتي ان هو بالنسبه لنا لما نيجي نقرا نائب رئيس الوزراء مع مجموعاته، في تكامل ما بين الوزارات، كل الوزارات المعنيه جايه في خطه استراتيجيه واحده، جايين مع بعض في رؤيه محدده، معاهم نائب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالملف اللي شغال فيه، وشكل كمان اليه التواصل زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك بين الحكومه ومجلس النواب، دي وحدها يعني بتحتاج تنظيم كبير، واعتقد انه يعني تم ايجاد التنظيم المساله دي. دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، شكرا جزيلا دكتور.